غالية بتعملي حاجة؟ لا يا ماما، أصلي عايزة أخد رأيك في حاجة. قولي يا ماما. بصي بقى، دكتور معتصم ده بسباس بسباس قوي يعني، وعشان كده أنا بقى كنت خايفة أحسن يقرفني، وبفكر أمشيه وأشوف دكتور تاني. تمام يا ماما، أشوف لك أنا بكرة حد تاني. آه أحسن برضو هو كده. آه تمام. ولا إيه رأيك أقول لأشجار أخته تقول له يبطل الكلام اللي بيقعد يقوله ده، ونديله فرصة تانية؟ لا يا ماما، نمشيه عشان هو بيضايقك. آه صح، عندك حق برضو. تمام؟ تمام. أنام بقى. طيب أنا في أوضتي. لا عارفة، لا لا لا، لازم نفكر صح. ليه بقى؟ بصي، من ناحية هو دكتور شاطر، هو دكتور شاطر قوي قوي قوي، ده شخص حالة ماما من أول دقيقة، فظيع يعني. وبعدين انت عارفة أشجار دي عشرة عمري، فيعني خايفة تزعل لو مشينا أخوها. في إيه؟ أشجار تزعل. آه تزعل. وأشجار عشرة عمر، وهو بيشخص حالة أمي كويس أوي. إيه؟ إيه؟ لا أمك. آه أمك. آه صح. إيه رأيك نديله فرصة تانية؟ ياخد فرصة، ياخد فرص كتير يا ماما. أنا بقول كده برضه. طيب أوكي. أيوة. أنا في أوضتي. ونوي؟ ايه الولاية دي؟ مفقوسة ياما، مفقوسة قوي، كلنا مفاقيس. طب ما تفتح الكاميرا كده ايتها المزة الجامدة. كاميرا؟ لا يا اخويا مش هينفع، يعني ما اتفقناش على كده، بلاش مسخرة بقى وقلة أدب. انت قلت لي انت بتغني انت ولا بتشقلب ولا بتعمل ايه؟ لا قولي لي انتي الاول بتشتغلي ايه؟ انا بشتغل ناني. مالي؟ مالي انت متخلف؟ بقول لك ناني ناني. فهمتك، ناني دي واحده رقاصه، فانتي بتشتغلي ناني دي عشان تقلبيها في قرشين، انتي مش سهله. انت اهبل يا ابني، ناني يعني بيبي سيتر، جاتكوا القرف بقى روحوا طوروا من نفسكوا، مش ناقصه هبل. خلاص ما تزوقيه. بقول لك ايه؟ اقفل اقفل، يلا يلا جاتك القرف. ده انا دي بلون تجاره وعجيبي. لا لا لا، الارتباط ده عاوز طاقه مش موجوده عندي اصلا، النوم افيد. واحد عملت له بلوك ذوقيا، المفروض على الاقل اكلمه اعتذر له. الراجل كان ذوق معايا دايما.